هذا هو اللي قلت لك اللحم بالبرقوق، هذا هو البرقوق وهذا هو اللحم. مرحبا بناس تونس، مرحبا بك عندنا. اش بالك شوان تونس معروفين بالحار، شوفوا كيفاش كياكل الحار. كيجيك اتاي مغربي بحال اللي عندكم مليك مليك. الموز صغير يتعلم، فهمتي شنو هي الموز صغير؟ لا قولي لي الموز. هاليك يعجبني انا. ايوه عامر ها اليوم غيدوق الطواجن المغربيه ويعطينا الراي ديالنا. ولكن الصراحه هي اكيد اكيد الطواجن المغربي على الراي ديالو موحه وجه ولكن خاصك تجي مع اللحم باقي سخون بزاف، سخون بزاف. ولكن خاصك شوف قلب هنا، راه كاين اللحم، هزو شوف كاين. لقيتي اللحم؟ دابا هذيك الدغمه هي اللي غتحكم عليها. لا لا قيس شوف هذه، خذ منها شويه هاد البرقوق بحال تاخذ منها حيت فيها العظم، فهمتي؟ غتدخل في البلاوه. لا لا عاود هز صافي ماشي مشكل. يلا عجبك؟ صحتك. هذا الشاي المغربي ديالك، هذا الشاي ديال اكسوا. وهذا طاجين بالخضر. هذا الطاجين عندكم، هذا راه طواجن، هذا هو الطاجين. دابا هذا طاجين، يعني اي حاجه هنا طاجين. انا ما نحتاجش ندير معاه تحدي اصلا، هذا هو غير حار. هذا حار حار. واش جاك حار؟ واش انت كيصحبك مع حارج؟ واش كيصحبك من لازم؟ خاصك تهز البطاطا من بعد تقول لنا انا هو احسن واحد، اكثر حاجه عجبات بحال اللي عندكم. عجبات دابا في اللي احسن، هذا بالنسبه لك ولا هذا؟ نعم كيف هذا في العراس عندنا. في العراس. عامر شنو كتقول للطوموبيل؟ الكهرباء. 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 وليش قال لي؟ وليش قال لي؟ اش كدار بيه؟ هايلة. هايلة يا خويا. فكرتك شوية في تونس. السلام عليكم. مزيانة شباب. الله يحفظك ليا الله يعزك. ها؟ شباب. صالي وين ولا وين.